بسم الله الرحمن الرحيم اعزائى المشاهدين اهلا بكم ويوم جديد من ايام الريمونتات طبعا يمكن كل جماهير العالم كله طبعا يعني مش هنقول الكرة المصرية بس طبعا دي الفترة اللي كلنا بنتابع فيها كاس العالم وكلنا بنستمتع بالمباراة تلو المباراة ويعني دايما كل أربع سنين بنفضل قاعدين مستنيين وبنفضل نقول مين اللي هيفوز بكاس العالم هل فرنسا هل ألمانيا هل أسبانيا هل البرازيل هل الأرجنتين كل الناس اللي بيشجع كورة بيفضل قاعد في انتظار بطولة كاس العالم اللي هي شغلة بال كل الجماهير في العالم كله ويمكن ده اللي بيخلي حتى معظم الناس ما بتبقاش مثلا مركزة ولا عارفة ان في بعض المباريات بتتلعب في النص زي مثلا مباريات اللي اتلعبت امبارح مؤجلة في بطولة الدوري واسماعيلي وفاركو واسوان وفيوتشر والبنك الاهلي وبيراميدز فبيبقى كاس العالم هو اللي شاغل بال الناس كلها خصوصا ان كاس العالم كمان السنه دي او المره دي يمكن بطوله استثنائيه طبعا كلنا سعد انها بتقام في دوله عربيه وهي دوله قطر وخصوصا كمان ان البدايات يعني مبشره وان الكوره بتبتدي تغير جلدها وان المستويات بتبتدي تتقارب وان واضح ان المفاجات بدات وتقريبا ان المفاجات في بطوله كاس العالم قطر 2022 واضح ان هي هتبقى مفاجات كتير قوي في البطوله الحاليه خلينا نبدا مع حضراتكم بالنتائج بتاعه الاربع مباريات اللي اتلعبت النهارده في خامس ايام بطوله كاس العالم في المجموعه السبعه والمجموعه الثامنه طبعا نتائج المباريات قدام حضراتكم سويسرا وبتفوز في اولى مبارياتها على منتخب الكاميرون واحد صفر المباراة الثانية وتعادل سلبي ما بين أوروغواي وكوريا الجنوبية المباراة الثالثة ويمكن كانت مباراة من أفضل المباريات اللي اتلعبت في بطولة كاس العالم لحد دلوقتي وفوز غالي للبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو على منتخب غانا العنيد ثلاثة اثنين وأخيرا المباراة اللي يمكن ناس كتير قوي كانت بتستناها وتستنى أول انطلاقة لمنتخب البرازيل وفوز مهم على منتخب مكافح يعني منتخب مكافح اللي هو المنتخب الصربي وفوز للبرازيل بهدفين لنجمه ريتشارلسون طبعا يمكن بنقول ان الايام اللي فاتت الناس ابتدت تشوف المستويات طبعا ما تقدرش تحكم حضرتك على المستويات دلوقتي لان دايما بنقول هو مجرد مؤشر ولكن يعني ما بيودكش لحتة معينة وياما بطولات فرق يمكن في أول انطلاقة ليها بتلاقيها بتخسر وفي الاخر بتلاقيها بتتحسن وبتزيد في المستوى لا وممكن كمان تلاقيها هي بطلت المسابقه في الاخر وحصلت كتير قوي انما الناس طبعا خدت انطباع ان فرنسا منتخب قوي وممكن يعمل حاجه وانجلترا بفوزه الكبير ممكن يعمل حاجه اسبانيا بفوزها الكبير ممكن اكيد هتبقى مرشحه ولكن طبعا يمكن المفاجاه الكبيره ويمكن انا بس عشان اول مره برضو اكون مع حضراتكم طبعا اكيد ان انا يعني بهن المنتخب السعودي الشقيق على المباراه الكبيره جدا اللي هو عملها قدام المنتخب الارجنتيني والفوز التاريخي بهدفين لهدف ويمكن برضو المنتخب التونسي عمل مباراه كبيره قدام الدنمارك المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره قدام كرواتيا فالدنيا زي ما بنقول الدنيا الفوارق بقت بتقل ودلوقتي بقى صعب ده دلوقتي بتقول لك خلاص انت منتخب اوروبي بيلعب منتخب افريقي ولا منتخب عربي فالنتائج خلاص لا مضمونه ولا لا الكوره بتعترف باللي بيدي في الملعب باللي بيبقى مركز باللي بيبقى محضر للمباراه كويس طبعا عشاق الكرة في العالم النهارده كانوا بيستنين مباراه البرازيل ويمكن حظهم بقى ان هو يمكن في اخر ايام الدور الاول كان البرازيل هتلعب آه الناس مستناها من اول يوم والنهارده زي ما بنقول فوز مهم جدا للمنتخب البرازيلي 2-0 آه يمكن بعد كفاح من منتخب صربيا آه اللي هو يعني قدر ان هو يكون ند للمنتخب البرازيلي في بعض اوقات المباراه ولكن علشان تكافح وتقف قدام المنتخب البرازيلي على مدار 90 دقيقه اعتقد الموضوع بيبقى صعب جدا نظرا للكتيبه اللي موجودة كتيبة اللعيبة اللي احنا بنقول من طراز يعني مختلف لعيبة البرازيل مختلفة انت بتشوف نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارلسون ورافينيا ما تقول ان دولة الرباعي الامامي وعارف ان في ناس قدهم كمان بره موجودين على على الدكة فطبعا الموضوع صعب وبعد كده بقى هتيجي هتلاقي باكيتا في نص الملعب وكازيميرو هتلاقي الكساندرو الشمال ودانيلو وتياجو سيلفا وماركينيوس فالموضوع بيبقى صعب بالنسبة لأي فريق بيقابل الأسماء اللي بقولها لحضراتكم دي ولكن قدر المنتخب الصربي إن هو يطلع بالشوط الأول آه صفر صفر وكان آه ند في بعض فترات الشوط الأول وحاول إن هو يفاجئ المنتخب البرازيلي إن هو يضغط على المنتخب البرازيلي وفعلا كان في أوقات بيلاقي المنتخب البرازيلي صعوبة إن هو يطلع بالكرة من المناطق الخلفية الدفاعية بتاعته وكان بيضطر إن هو يسهل على نفسه بالكرات الطويلة ودي كانت مسهله الدنيا شويه للمنتخب الصربي ولكن زي ما بقول لحضرتك انت بتلاعب منتخب البرازيل اما اللعيبه بتحس بالخطوره وان هي ما بتزود من وبتدوس على دواسه البنزين شويه بيبقى من الصعب ايقافهم وده طبعا اللي حصل الشوط الثاني وقدر منتخب البرازيل ان هو يسجل هدفين لريتشاردسون طبعا كان فينيسيوس جونيور كان وراء الهدفين آه شفنا الهدف الاول نيمار واحتفاظه بالكوره والكنترول بتاعه ازاي ان هو قادر ان هو بيروح على ال 18 ان هو يعدي من واحد واثنين ويحتفظ بالكوره وما تطول منه على طول بيبقى في قرار من فينيسيوس جونيور ان هو يشوط وفي نفس الوقت المتابعه من اثنين لعيبه اللي قدر من خلالها ريتشارلسون ان هو يسجل الهدف الاول وطبعا الهدف الثاني طبعا كان هدف ولا اروع لريتشارلسون اللي هو دايما معودنا على الاهداف الحلوه بتاعته واللي هو يعني بصراحة بيلقى, بيلقى ثقة المدير الفني تيتي بطريقة كبيرة جدا الفترة الأخرانية وخصوصا أنه هو يمكن فضله على خيسوس أنه هو يبقى موجود كرأس حربة أساسي كرأس حربة محطة رغم أنه هو يعني مش بيلعبها قوي ولكن لا هو الراجل بيديله الثقة ومفضله على خيسوس فضله على فيرمينيو اللي هو ما خدوش أصلا يعني فيرمينيو أصلا وهو شغال كويس مع اللي وكانت الناس متوقعه ان هو يبقى موجود لان هو فعلا راس حربه محطه وهو ده المكان اللي يلعب فيه خصوصا ان هو كان بيتضم فيرمينيو في فيه فتره من الفترات اللي ما كانش موفق فيها قوي فالفتره دي كان موفق فيها جدا وكانت المفاجاه باستبعاده والاعتماد والثقه الكبيره اللي في ريتشارلسون.